نيشان تاشي، الاسم اللي لما بينذكر بيحضر أمامنا المال والأعمال والفخامة والرقي، كيف لا وكانت مقرا لوجهاء الدولة العثمانية قديما. وفي الحاضر هي مركز لأكثر الجاليات الأجنبية ثراء في إسطنبول. من بستان إسطنبول اخترنا لكم اليوم زهرة نيشان تاشي. أنا همام حبيب من امتلاك العقارية، وإلى التفاصيل. هذا هو مدخل المشروع. في عنا حوالي 72 محل تجاري، وبالتالي مركز للتسوق تابع للمشروع. قبل ما نطلع نشوف التفاصيل رح ننزل نشوف تفصيل جدا مهم، يلا مع بعض. وجود المشروع بمركز المدينة عم يخليه ينعم بوسائل المواصلات، لكن مشروعنا عم بيتميز بميزة انه في مدخل بشكل مباشر من المشروع الى المترو، محطة عثمان باي اللي هي بتوصل لكل اطراف اسطنبول. فكرة المشروع كتير لطيفة، عم تقدم شقق ومكاتب للتملك ومحلات للإيجار. عدد الشقق 62 شقة بأنماط مختلفة، مساحات متعددة من غرفة صالة حتى أربعة وصالة بنظام فندقي. المكاتب 99 مكتب للتملك، والمحلات كما ذكرنا سابقا 72 محل تجاري، وبالتالي عدد المحلات أكبر من عدد الشقق لحتى تخدم سكان وقاطني هذا المشروع. موجودين الآن بشقق من نظام الدوبلكس، برضو من غرفة وصالة وحتى أربعة وصالة. الشقق كلها موجودة في الطابق السابع، لها إطلالتين، إما على المدينة والبحر وبرج الفتاة أو حتى إطلالة داخلية. مساحة هي الشقة الإجمالية 360، مساحتها الصافية 195، ورح أترككم الآن مع الكاميرا لحتى تعرفوا التفاصيل. بما أنه مشروعنا موجود بقلب إسطنبول، فأكيد كافة المراكز الصحية والترفيهية والتعليمية موجودة في المكان، مشافي، جامعات، وأيضاً مدارس. ولأنه نيشان تاشي مكان سكن النخبة والطبقة المخملية، أدعوكم للتملك بهذا المشروع نقداً أو عن طريق دفعة أولية 50% من المبلغ الإجمالي والباقي على 12 شهر. باب التواصل دائماً مفتوح مع امتلاك لأي استشارة عقارية. إلى اللقاء.